في الوهلة الأولى كان فيها ممكن، ولكن في الإعادة بين. وهنا خطأ، هنا الخطأ، وهنا الهدف، وهنا التقليص الفارق الذي يأتي لصالح نادي الريان. هنا تقليص الفارق الذي يأتي لصالح نادي الريان، وهنا غضب وردة فعل من كلا الفريقين. أمور يجب أن لا تحدث. يا تميم هد، يا تميم هد، خطأ على صالح أحمد الكعاني، بينما الريان الآن يعود بالنتيجة من خطأ، من حارس المرمى محمد المري، هو من يسجل هدف تقليص الفارق بطريقة رائعة. استطاع، شوف الخطأ، الدفاعي والمرور بطريقة رائعة جدا كانت من محمد المري ليستغل الخطأ الذي أتى من حارس المرمى والهدية. يا سلام يا سلام يا سلام على الكرة الماضية وعلى، ولكن تميم العبد الله عندك كلام ثاني. تميم العبد الله، يلا بن سبعة سوى كل شيء، ليسجل الهدف التعديل هذا اللي تكلمنا عنه، التنظيم اللي كنا نشوفه في شوط المباراة الأول من قبل أحمد الأبيض ونادي أم صلال لم نشاهده في شوط المباراة الثاني، وكأن نادي أم صلال ارتبك في شوط المباراة، وكأن لاعبين نادي أم صلال ليس هم لاعبين نادي أم صلال في شوط المباراة الأول. شوف المرور، شوف الفراغات، شوف المساحات الموجودة، وبن سبعة فعل كل شيء وسجل على طريقة ليونيل ميسي، في يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات الموسم السابق أو اللي قبله إذا ما خانتني الذاكرة. نفس الطريقة يا بن سبعة. بن سبعة يلعب كرة على اليسار إلى تميم العبد الله، تسديدة، يا الله، يقلب الطاولة نادي الريان على نادي أم صلال بهدف رائع جدا من تميم العبد الله ليسجل الهدف الثالث لصالح نادي الريان. شوف المرة اللي ما استعجل فيها، أو عفوا استعجل فيها خالد بن سبعة وما تأنى فيها، ما طول في أن يبقي الكرة بين أقدامه ومر الكرة رائعة ليسجل نادي الريان الهدف الثالث. العادة خالد بن سبعة يستلم الكرة ويبقي الكرة بين أقدامه ويطول لكي يعود دفاع نادي أم صلال إلى مكانته أو مكانه اللي يغطي، ولكن في هذه المرة أو عدم الانضباط والتنظيم داخل أرضية الميدان في شوط المباراة الثاني كلف نادي أم صلال كثير. كرة تلعب الآن من خالد بن سبعة، يلعب كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، والرابع، يأتي من البديل محمد سراج عبد الفتاح ليسجل الرابع لصالح نادي الريان بطريقة رائعة. ولكن الشوط الثاني، بطولة خالد، علي بن سبعة، هو بطل الشوط الثاني، وهو إلى الآن أفضل لاعب في المباراة، إلى الآن. سجل هدف التعديل في شوط المباراة الثاني وصنع هدفين خالد بن سبعة ليقدم الإضافة لفريق نادي الريان، والبديل يسجل الآن الهدف الرابع لصالح نادي الريان ليتقدم نادي الريان بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما كانت النتيجة هدفين مقابل لا شيء.